هكذا مشاهدينا الاعزاء في كل مكان ينتهي شوط ويبدا شوط اخر من خلال الاثاره والتحدي والتنافس في هذه الاشواط الصباحيه التي تحمل تحديات هجن ابناء القبائل من سن اللقايه مع 5 كيلومترات. شوط القعدان المحليات الاصائل ينطلق بحثا عن المركز الاول والناموس وجائزه هذا الشوط في هذا الصباح ساعه ثمينه. ننتقل مباشره الى المقدمه حيث يتقدم في هذا اللقاء ويسير الى المركز الاول معلن التحدي والحرب في انطلاقات النواميس. شاهين لسعيد بن محمد بن طفله المري يتقدم المشاركين، لكن انطلاق واندفاع من شعار بالحلوس في هذه اللحظات ياتي صايب. حمد بن عبيد بن حلوس العامري يتسلل الى موقع الصداره، بينما بن شميل ياتي في المركز الثاني في هذه الاثناء مع مغادر، او هنا حمد بن صالح بن عبتور العامري يصل يحتل المركز الثاني. المركز الثالث لابو شقله، هنا شاهين سعيد بن محمد او بالطفله المري يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع وصول من هملول لهادي بن عبد الله بن ركاض العامري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات تسلل من الجانب الاخر لاحمد بن عتيج الرميثي، والمركز السادس وصل من خلال هذه اللحظات الفارع لمحمد بن عبد الله بن يعد الحميري، كذلك الشعار بن قناص عمير بن حزمي بن قناص العامري يصل مشاركا مداعبا من انطلاقة هذا الشوط. والمقدم المركز السابع وصول مشاهدينا الكرام من خلال وجود مليح سالم بن نايع بالشاوي الغفلي في المركز السابع. المركز الثامن هنا مصدع عبد الله بن سالم او عبد الله بن محمد بن سالم المحفف الخاطري. المركز التاسع وصول من شعار من غدير، هذا هو مياس راشد بن حمد بن راشد بن غدير. والمركز العاشر مغادر علي بن يميل الوهيبي. ها هي النتيجة للعشرة الأسماء التي حضرت في مناقشة هذا الشوط في منافسة هذه الانطلاقة. أعود إلى بالشاوي، أعود إلى بن نايع حيث يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الأول ليقدم لنا مليح 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 سالم بن نايع بن سالم الغفلي الى مقدمة هذا الشوط بالفوز والانتصار. بالحلوس يحتل المركز الثاني، هنا صايب حمد بن عبيد بالحلوس العامري يحتل المركز الثاني. الشارد يصل في المركز الثالث لاحمد بن حزمي بن قناص العامري. هذه الثلاثية الخطيرة اللي ذهبت من ناموس هذا الشوط في اروقة ميدان المرموم لهذا اليوم مع افتتاحية 5 كيلومترات لهذا السن. المركز الرابع الان ياتي شعار بن يميل ليقدم مغادر علي بن يميل الوهيبي الظافر يصل في المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن طفله يتقدم في المركز الخامس لسعيد بن محمد بن طفله المري، وكذلك القدوم من خلال وجود حشيم احمد بن عتيق الرميتي في المركز السادس. المركز السابع ياتي شعار بن غدير لراشد بن حمد بن راشد بن غدير. المركز الثامن بن ياعد يقدم الفارع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي استراتيجية هذا الشوط من انطلاقاتها بالأسماء المقننة، الأسماء الحاضرة اللي سجلت اللي دونت، ولكنها تبحث عن انتصار، تبحث عن تفوق، تبحث عن أداء جميل مع بداية هذا الموسم. أعود إلى الصدارة وبن نايع لا يزال على المركز الاول مقدما هذه الاسماء، مقدم مليح 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 مليح، لكن التسلل من الجانب الاخر من قبل صايب يصيب الهدف يا بن حلوس حمد بن عبيد بن حلوس العامري الى مقدمه الشوط. الله
ايوه يا صايب، لكن هنا قادم كذلك الشارد، قادم الشارد احمد بن حزمي بن قناص العامري يصل يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الكرام في هذه الثلاثيه، في هذه الثلاثيه الخطيره مع المحليات الى صايل من القعدان. الله، المركز الرابع حشيم قادم احمد بن عتيج الرميثي، والمركز الخامس اسم اخر ينضم الى هذه الاسماء بالتنافس يوسف غانم اهلي، وكذلك اللي وصل في هذه اللحظه مشكور عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي. 1200 على خط النهاية، 1200 والمقدمة والصدارة ما شاء الله. عاد مليح من جديد، عاد مليح إلى المركز الأول ما شاء الله. ها هو مليح سالم بن نايع بن سالم الغفلي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما صايب يحاول حمد بن عبيد بن حلوس العامري إلى المركز الثاني. الكل يريد الانتصار، الكل يريد مقدمة هذا الشوط بالفوز والانتصار والفخر بأن يسجل اسمه ويدونه في تمهيد المرموم بأحرف من ذهب، بأحرف من ذهب. المركز الثالث اللي قادم الآن ها هو الزناتي سليم او سليم بن علي بن محمد الزرعي، وصل خذ المركز الثالث، الثالث. المركز الرابع هناك مغادر في هذه اللحظات في تواجد عبد الله بن سلطان الغفيلي يقدم مشكور، لكن المقدمة خطيرة خطيرة خطيرة. الزناتي غير الى مقدمة الشوط يحمل الرقم واحد، يحمل الرقم واحد، وهو حتى اللحظة الرقم واحد سليم بن علي بن محمد الزرعي يسيطر على ناموس هذا الشوط، يتقدم، ياتي في المركز الاول، يسجل انتصاره اللحظات الاخيره. لكن عاد مليح، عاد مليح، الله يا مليح يا مليح يا مليح. كلهم يعني راحوا وتبادلوا عليه المراكز الا انه صامد في مقدمه هذا الشوط. سلام يا هالي مهذب، سلام يا هالي مهذب. سالم بن نايع بن سالم الغفلي حتى اللحظه هو المسيطر، هو المتمكن. اهالي وين؟ اهالي مهذب، اهالي مهذب مسيطرين. المحليات الى صايل راحه بالناموس، راحه بالانتصار. ها هو امامكم مشاهدينا الكرام، مليح مليح مليح، ينتزع المركز الاول، ينتزع الناموس، يهدي له المهذب ولمالكه سالم بن نايع بن سالم الغفلي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. صايب حل في المركز الثاني حمد بن عبيد بن حلوس العامري، المركز الثالث شاهين علي بن محمد الفيدة المري، المركز الرابع وصل مبعد عامر بن خميس بن عامر العمري، والزناتي حل في المركز الخامس سليم بن علي بن محمد الزرعي يأتينا في خامس المراكز في هذه الانطلاقة. هكذا كانت النتيجة، هكذا هي التحديات مشاهدينا الكرام في منافسة هذا الصباح. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مليح إلى خط النهاية معلن الفوز وهو بطلا لمنافسة هذا الشوط. 7 دقائق 44 ثانية وجزء واحد من الثانية. تانينا لسالم بن نايع بن سالم الغفلي على هذا الفوز، والسلام لأهل المهذب. السلام. صايب قطع المسافة في 7 دقائق 45 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تانينا والناموس لحمد بن عبيد بن حلوس العامري حل في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث كان الحضور من قبل مبعد عامر بن خميس بن عامر العمري سجل ثالث المراكز. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار في 7 دقائق 45 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. كما نذكر الجميع بأن انطلاقة المساء في انطلاقات هجني أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية ستكون بإذن الله تعالى في الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم.